الحقيقة فكرة الواعظة أعتقد إنها بقت حاجة أحياناً ملحة، لأنه في كتير من السيدات الفضليات بترتاح جداً إنها تفتح قلبها وتتكلم مع واعظة في أمور كثيرة جداً. وزارة الأوقاف قالت إن الواعظات في وزارة الأوقاف حققنا نجاحاً مبهراً في مختلف المجالات، وإحنا كمان كمواطنين شفنا ده، شفنا الواعظة والكاتبة والمشاركة في البرامج الإعلامية المتعددة سواء كانت في الإذاعة أو كانت حتى في التلفزيون، ومشاركتهم كمان في التثقيف الديني في موسم الحج، سفرهن كمان داعيات خارج مصر على قدم المساواة مع أئمة الأوقاف. هذه المشاركات الحقيقة مهمة جدا، لأنه المرأة المصرية جديرة بأن هي تبقى موجودة في مجالات كثيرة بما فيها كواعظة. وزي ما قلت لحضراتكم، الحقيقة الواعظة بيبقى عندها أحيانا برضو بعض الأمور اللي هي بتبقى شاملة الأسرة وبتعني المرأة بشكل كبير، وفيها تفاصيل أحيانا لا يشعر بها غير المرأة. فأعتقد وجود الواعظة مهم جدا كمان في المؤتمرات الدولية اللي بتعتمدها وبتقرها الوزارة. زي ما حضراتكم عارفين كمان أن وزارة الأوقاف بدأت تجربة مجالس الإفتاء النسائية في عدد من المساجد الكبرى، وفي كتير من السيدات الحقيقة كانوا بيشاركوا وأبدوا يعني ارتياح ومحبة وتفاعل مع الواعظات. وده كان موجود في مساجد السيدة نفيسة والحسين رضي الله عنه، ومسجد الاستقامة بالجيزة، ومسجد الرحمن الرحيم. الحقيقة ده خلينا نعرف تفاصيل أكتر، ونرحب جدا بهذا الخبر دكتورة وفاء عبد السلام الواعظة بوزارة الأوقاف، وهي أيضا مشاركة بمجلس الإفتاء بمسجد الرحمن الرحيم. مساء الخير يا دكتورة. مساء الخير، اهلا وسهلا يا استاذه شفتي، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اولا انا شخصيا سعيده بالخبر ده، يعني زي ما قلت انه بنبقى حاسين ان الواعظه يعني عندها كده، اولا عندها الاحساس بكل حاجه اللي بيؤرق المراه واللي مهم انها تقوله لها، لان المراه كمان هي الاسره نفسها، هي جزء كبير، هي نص المجتمع. فكلمينا عن هذا القرار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأنا سعيدة بوجودي مع حضرتك. وأما عن قرار مجلس الإفتاء الخاص بواعظات وزارة الأوقاف، ففي الحقيقة ده مش القرار الأول اللي يبين مكانة المرأة المصرية دلوقتي، وإن إحنا بنعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية. بدأت وزارة الأوقاف من فترة طويلة في إنها تهتم بالأسرة المصرية وتهتم الطفل وتهتم بالمرأة، بداية من مبادرة سكن ومواد اللي أطلقتها وزارة الأوقاف، واللي كان ليا شرف إني أكون المنظف العام ليها، ثم مبادرة حق الطفل واهتمامها بالطفل، ثم البرنامج الصيفي للطفل دلوقتي، ثم بعد كده الدروس العصر للواعظات بعد فتح المساجد، وانتهاء بقى بمجلس الإفتاء اللي فعلا كثير من السيدات سعيدة جدا 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 بهذا الأمر، لأن المرأة قد تستحي من أنها تتحدث مع صحيح الإمام الرجل في كثير من الأمور اللي تخصها. ده بداية. تاني حاجة، أن المرأة أقدر بمعرفة بعض الأمور اللي يمكن مش هتقدر تعبر عنها بعض السيدات، ومش هيقدر يفهمها كثير من الرجال، فبتبقى تحديثها مع المرأة بيكون أسلس وأيسر، ويمكن الحياة فيه هترفع هذه الدرجة بينها وبين امرأة مثلها. ده بالنسبة لمجلس الإفتاء. طبعا زي ما حضرتك ذكرتي قبلها، سبق ان احنا شرفنا بان احنا طلعنا السودان للوعظ، ودي كانت اول مره في تاريخ مصر ان تطلع ان امراه واعظه خارج القطر المصري، وقبلها الحج، والحمد لله من فضل الله ان نطلع مع النساء ونشوف مشاكلهم ونشوف فقه المراه في الحج اللي فيه تفاصيل كثيره جدا جدا جدا. طبعا دي كانت سعاده غامره لكل السيدات. اكيد. يعني محصله الامر ان احنا فعلا بنعيش العصر الذهبي للمراه، وان احنا واقفين على ارض صلبه كواعظات، نقدر نتكلم ونقدر يبقى لنا مكانه ويبقى لنا صوت، والحمد لله من فضل الله. طيب خلينا نتفق اولا ان احنا مرحبين جدا وسعداء جدا، بس خلينا كمان نتفق ان احنا بحاجه لحاجات مهمه جدا، واكيد حضرتك بتشوفي ده. انا احيانا بتابع متصلات مثلا على بعض المحطات بيسالوا اسئله
خفيفة، يعني عايزة أقول إيه، بينشغلوا بأمور لا تكون هي الدين ولا في عمق الدين. فأعتقد وجود الواعظات أيضا بثقافة وبوعي إن إحنا إزاي نخطب الأسرة، إزاي كمان نجدد الخطاب الديني، بحيث إنه المرأة بالذات اللي هي الغير عاملة يكون عندها عمق، فما تبقاش الأسئلة اللي هي لا هتفيد ولا هتجيب، وبالعكس بتعمل ربكة في الدماغ وبتشتتها عن العميق والمفيد. وإحنا عايزين إنه ربة البيت دي تقدر بجد تبقى عندها من العمق وعندها من الثقافة إنها كمان يعني تساعد بيتها وأسرتها، وهي كمان أكيد بتربي أولاد. فأعتقد أنتوا هل مثلا في دراسة مثلا للمجالس الإفتاء هيقولوا إيه أو هيتكلموا في إيه؟ في مجالس الإفتاء إحنا مهتمين جدا جدا كواعظات، أو يعني الشق اللي هنشتغل عليه هو فقه العبادات وفقه الأسرة. ده كمجلس إفتاء. لكن في دروس العصر يمكن في البرنامج الصيفي للأطفال اللي هو كل يوم في واعظة في حتة وفي واعظات وأئمة في أماكن كثيرة، مهتمة جدا جدا الواعظة بأنها تنقل الأخلاقيات والسلوكيات وترسخها في الأطفال وفي الكبار. وبصراحة يعني خليني من خلال حضرتك ومن منبر حضرتك أشيد بحرص الأسرة المصرية على تنشئة أبنائها التنشئة الدينية الصحيحة، من الكم اللي احنا شايفينه من الأطفال المشاركين، من السيدات المشاركات في المجالس. أنا عايزة أقول لحضرتك النهاردة أنا كنت في مسجد السيدة زينب، أنا كان حضر لي في المسجد ما يقرب من 200 سيدة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأسئلة بقى بالرغم من أن فيهم ناس بسطاء وفيهم ناس ربات بيوت وفيهم ناس موظفات وفي طالبات وفي، لكن تنوع الأسئلة والعمق بتاع الأسئلة فرحني النهاردة أن إحنا فعلا بدأنا نقلة جديدة، فعلا بدأنا مرحلة جديدة، فعلا بقى في فكر وبندور على إيه اللي يفيدنا، وصلة الرحم طب نعمل إيه فيها، طب علاقتي بزوجي أعمل إيه، طب علاقتي بابني أعمل إيه، علاقتي ببنتي، طب هم في سن المراهقة، طب أعمل إيه مع جيراني، أعمل إيه. ده كلام يسعدني جدا اللي بتقوليه حضرتك دكتورة وفاء. أنا كمان ببقى قلقانة كامرأة وكمواطنة في المجتمع ده لما تتحول كل مشاكل المرأة، يعني كل الحكايات والأسئلة وهي علاقة الرجل بالمرأة، وكأن الرجل ده بقى هو الوحش الكاسر والمرأة هي الست المغلوبة على أمرها. المجتمع مش كده، يعني أيوة. نفسي بقى الناس تتكلم عن المودة والتراحم وربط العلاقات وتربية الأولاد، وأخد بالي من ولادي ومحدش يلعب في دماغهم فما يطلعش ابني في يوم من الأيام يمشي في سكة فيبقى إرهابي. يعني هذا العمق أعتقد كلنا محتاجينه. يعني هو فعلا واحنا لمسناه وشاهدناه والحمد لله في تغيير وفي طفره، وان شاء الله باذن الله يعني يكون لنا دور وبصمه في هذا الامر يا رب ان شاء الله باذن الله. اكيد انا متاكده دايما ان نون النسوه دايما عندهم كل حاجه باذن الله، وعندهم إن شاء الله. التحدي والقدره التاء المربوطه، يعني على راي الدكتوره مايا مرسي التاء المربوطه. التاء المربوطه دي مهمه جدا. دكتوره وفاء عبد السلام الواعظه بوزاره الاوقاف ومشاركه بمجلس افتاء مسجد الرحمن الرحيم، بشكرك شكرا جزيلا. ببقى سعيدة لما الوعي يبقى موجود لينا كلنا، لأنه يعني الدولة ما بتتجزأش. يعني أحيانا تقول إيه إنه مثلا المجلس اللي بيحصل في الجامعة أو حديث بيحصل في الجامعة أو حديث بيحصل في المدرسة، كل لا بالعكس هي دايرة واحدة، كلنا بنكمل نفس الدايرة. فكل ما كانت الدايرة مستقيمة وفيها عمق فيها وعي، اللي بيعلم ده أو اللي بيقدم ده لازم يكون عنده أمانة وهيقدم إيه ويقول إيه وباصص للناس، وبالذات البسطاء، لأن هم لا حول ولا قوة، هم بيبقوا عايزين حد بجد يعلمهم وحد يكون أمين وصادق عشان توصل المعلومة، وبالتالي الدايرة هتكمل.